أخي براتيك أنت، قلي فيك شي؟ ما في شي، كله رواء. يا ابني شو لكان؟ وهالصوت يلي طلع من عندك والله كأنه صوت زلزال. كيف الصوت كان جاي من غرفتك؟ يعني معقول ما سمعتوا شي؟ طيب خلينا نفوت نشوفه بعيننا. مرت أخي شرحي لهم، بترجاكي أرجوكي. طيب إذا مو صاير شي ليش خايف؟ ليك افتح الباب. لا 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 يلا. لا أخي بلاها أخي، خلاص صور بعد. يلا لا يا أخي خلاص بعد أخي، على القليل خليني فوت. مرت أخي بترجاكي شرحي له، خلاص قولي له خليه بعد. يلا بعتيك بعد. خلاص تعال أنا بفهمك. نعم نحن مبارح ما ركبنا له التخت منيح، حطينا له يا بدون ما نسبته. أيوة هلا فهمنا. هيك لكان طلعتي انت ورا القصة ما؟ انت كنت تساويها فينا من قبل، لهيك قررنا كلنا مع بعض اليوم انه نساويها فيك انت. بالله يعني كل شي صار معي هلا لعبة منك؟ عفواً أخي، ديروا بالكن منيح. إيه؟ رح يعملوها فيكن شي مرة. براتيك ليش قلقان؟ روح ارتاح، أكيد تعبان. برديهي برديهي يا حرام، بتكون ناطرتك هلا صح؟ ويلا بتكون ملت لحالك مو صحيح؟ ونحنا كلنا رايحين. إيه؟ يلا روح أحسن لك، روح يلا روح. امشي يلا يلا امشي يلا. أخي مرت أخي لحظة تعالوا. شوفوا شفت أخي هاي القصة. براتيك مين في هون؟ باري طلعي أخي ومرت أخي. رح تضيع وقتك كله بالتصليب؟ لا حبيبتي بس شوي. طيب يعني وإذا فرط بيطلع صوت؟ شفتي كان طالع منظره بضحك. اي والله كتير كتير.
كان مرعوب كتير. يا بنات أكيد أنتوا بتكونوا نعسانين وحابين تناموا، لهيك يلا روحوا ناموا. كان مقلب غير شكل، وهالأفكار يلي طلعوا فيها البنات عن جد كانت كتير حلوة. ولبين ما أجوا شافوا شو صاير عند براتيك كنا عاملين المقلب. يا ترى شو بيكون صار فيهم؟ يي على هاد يا الله نسيت اعمل الحليب تبع فيتيكا وفيدانت، شكلي صايبني داء النسيان بهالفترة. يلا رايحة. لا إيهاش، ما حلوة إنك تفيقها هلأ. خلص اتركها، وبكرة الصبح بتقلها إنك بتنام على هذا الجنب.